ورجع لكم من جديد على كوين 3 ولسه مكملين طبعا في ربح العملات الرقميه والان اف تي من الجديد والحصري على كوين 3. قبل طبعا ما اشرح لك ازاي تبيع العمله بتاعتك اللي وصلت النهارده، ما تندمش او ما تزعلش لو انت ما لحقتش الايردروب او ما سجلتش فيه. كل يوم طبعا على قناه الايردروب عندنا بننزل 3 أو 4 فبتتعوض يا زميلي. انا النهارده مش جاي اشرح لك ازاي تسحب العمله بتاعتك لان كل القنوات شرحت ازاي تسحب، طبعا كلهم فوق راسي ومشكورين. انا النهارده جاي اشرح لك ازاي تبيع يا زميلي العملات بتاعتك، فما تنساش تعمل لايك وتعالى اشرح لك. خلينا في الاول نروح نبيع العملات بتاعتنا اللي احنا لسه ساحبينها، وبعد كده هشرح لك ازاي تسحب يا صاحبي لو انت مش عارف تسحب، ولكن طبعا السحب سهل جدا واعتقد انت سحبت دلوقتي. زي ما حضرتك شايف طبعا دلوقتي احنا عندنا 160 قطعه او 165 قطعه عاملين 40 او 47 دولار. عشان تبيع العمله بتاعتك طبعا بتيجي هنا على دروب حضرتك وبتدخل على تشينج او بنك سواب. لو انت مش عارف تدخل عليها هتلاقيني سايب لك الرابط اسفل الفيديو، ولكن دي بتكون موجوده اسفل المحفظه بتاع حضرتك. بتخش هنا على دروب وبتلاقيها زي ما انت حضرتك شايف، بتلاقي كل المنصات اللامركزية او منصات سواب، بتخش هنا عليها زي ما انت حضرتك شايف كده عشان تبيع العملة بتاعتك. انا هسيب لك طبعا تلقائي رابط العقد بتاعها الذكي، فانت بتيجي هنا من تلقائي بتخش عليها وبتجيب العقد بتاعها، فبمجرد ما بتجيب العقد بتظهر معاك العملة تلقائيا. طبعا انت عايز تبدلها بي ان بي فتختار العملة بتاعتك بي ان بي. يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي يا عم احمد؟ عشان انا سريع، انا عارف ان انا سريع، دخلت هنا حضرتك بالشكل ده، وعلى اول حاجه من فوق حطيت العقد اللي انت هتلاقيه في تليجرام مثبت، وتحت هنا بتختار العمله اللي انت عايز تبدل بيها سواء بي ان بي او بيتكوين او عايز تبدل بقناه كوين فري، اي حاجه انت عايز تبدل بيها. فبتيجي تعمل ماكس، بمجرد ما بتعمل ماكس حضرتك هنا بيقول لك هتبدل، فالسعر بيبقى كده. اول حاجه طبعا عشان هي العمله متجمده فاحنا بنيجي هنا نعمل لها فك التجميد. فك التجميد ده بندفع له رسوم، الرسوم بتكون قد ايه يا عم احمد؟ بتكون حاجات بسيطه جدا زي ما انت حضرتك شايف 11 سنت. بعد كده ما بنفك لها التجميد بندخلها على سواب. ايه سواب ده يا عم احمد؟ اللي احنا بنبدلها. فالحاجات دي معقده جدا، ولكن انا بشرحها لك كده بالبلدي عشان تفهمها بسرعه جدا. يبقى احنا كده عملنا الفك، بعد كده بندخلها على السواب زي ما انت حضرتك شايف كونفورمر سواب. هنا برضو بندفع رسوم، الرسوم بتكون زي ما انت حضرتك شايف 40 سنت. يبقى انا دفعت لي في الليله دي نص دولار وهنكسب دلوقتي 45 دولار. تلقائي يا صاحبي كده بمجرد ما بنعمل تشيك بتكون العمله في قلب محفظتك. دلوقتي تلقائيا احنا بدلنا العمله بتاعتنا. نرجع كده عشان نتاكد، نشوف فعلا نتاكد ولا ايه يا عم احمد؟ تلقائي العقد بتاعك وصل اهو زي ما انت حضرتك شايف، عقد العمله بتاعتك اللي هو عقد التبديل. ولو رجعنا دلوقتي زي ما انت حضرتك شايف كان عندنا العمله، نعمل بس ريفرش صغير كده، العمله اتبدلت قدام حضرتك بقت بي ان بي. طبعا تقدر تبدلها اي عمله براحتك، مش شرط انك انت تبدلها بتاعتك. طيب عشان انا عملت سحب، انا كنت موثق لك فيديو وكنت عامله لك، ولكن بما اني عندي حساب تاني هخش اعمل لك دلوقتي ازاي تسحب العمله بتاعتك. تلقائي طبعا ده الحساب بتاعنا اللي احنا كنا مسجلين فيه، خلاص كده نعمل خروج ندخل على حساب جديد. الايردروب انتهى عشان ما فيش حد يقول لي فين الرابط ونسجل فيه. اي ايردروب بشرحه للتوزيع بيكون انتهى. طيب عشان تلقائي نخش نعمل تسجيل بالحساب التاني اللي احنا كنا مشغلين بيه عشان اشرح لك ازاي تسحب، ولكن انا اعتقد ان انت سحبت دلوقتي. بتيجي هنا تعمل اوكي، بتخش بالحساب بتاعك لو انت كنت مسجل في الايردروب، وتلقائي بتكون في قلب الايردروب. عشان تسحب طبعا تلقائي بتيجي هنا على بوي، بتدوس عليها بس كده عشان تفتح لك صفحه الداش. بعد ما بتدوس على وي بتفتح لك صفحه الداش. اول حاجه هنا مطلوب منك تخش هنا على الاعدادات بتاعتك عشان تسيف العنوان او تحفظ العنوان، بتكون طبعا قبل التانيه الاخيره اللي هي زي ما انت شايف اكونت. بتخش عليها ومجرد ما بتدخل عليها بتلاقي حاجه اسمها بروفيل، بتخش على البروفيل اللي هي اول واحده. هنا في البروفيل بتلاقي حاجه اللي هي البروفيل، بتكون اسمك وبتلاقي وايت، بتدوس على وايت هنا بتتبدل زي ما انت شايف 1 2 هادي بادي كروم زباده عشان تبقى سهله ليك. يبقى احنا كده بنبدل على الوايت، وبنيجي هنا نحط عنوان اي في وايت. لو انت طبعا عندك ما عندكش العنوان هتروح طبعا على محفظه جديده اهو قدامك على نمره 5. انا معايا العقد هسيبه لك في التليجرام، فانت بتخش كده بتيجي هنا على اضافه عمله جديده. بنعمل الكلام ده يا عم احمد ازاي؟ بتيجي على الثلاث شرط يا صاحبي اهو من فوق وبيظهر لك العملات، بتحط العقد هنا كده ما بيظهرش حاجه، فانت بتيجي عليها زي ما انت شايف
تفتحها. بس بمجرد ما بمجرد طبعا ما بتفتح العقد فانت بتيجي تاخد العنوان بالشكل ده وبترجع على الموقع، بتحط العنوان هنا كده وبتقول له ابديت. ركز بقى عشان بيبعت لك طبعا تلقائي اوبتي، الاوبتي ده يعني الكود، هيظهر لك كود دلوقتي في قلب الشاشه لو انت بيوصلك الايميل، او لو انت عايز تسرع عمليه التسجيل هتخش على الايميل بتاعك زي ما حضرتك شايف وصل الكود دلوقتي 933439. فانت بترجع بسرعه عشان الموقع تتاكد عليه 934، انا نسيت صراحه 933 او 933 439 439. وبعد كده بتقول له انا عملت طبعا كتبت الكود غلط، فهنضطر نعمل الحاجه ديت مره كمان، نعمل هنا سحب كده نشوف اتاكد ولا ايه، عشان ساعات بتكون مش معموله. بروفيل وايت، طيب المحفظه ما اتاكدتش عشان الكود كان غلط، نعملها تاني ابديت بالشكل ده، بيبعت لك كود تلقائي. طبعا هنخش نجيب الكود التاني بسرعه. معقوله كتبت انا الكود غلط؟ مستحيل، ولكن مش مشكله، يبقى نجيب الكود ده. ونقول له ده الكود المطلوب منك. طيب بما ان كده المحفظه اتسيفت، تاني مرحله بتيجي على الثلاث شرط من هنا حضرتك، ومجرد ما بتدوس عليها بتلاقي اخر حاجه عندك ويزدروب، بتخش هنا تسجيل او خرج العملات بتاعتك. هنا طبعا بتكون البالانس موجود عندك اللي هو العملات بتاعتك، انا عندي طبعا نص عمله هنا، مش عارف كده هجرب نخرجها ولا ايه، ممكن تخرج، يلا نشوفها كده 0.5. طبعا الحساب ده كنت عامله احاله عشان انا بعمل احاله لنفسي عشان اجرب عليها وبعد كده بشرح لك. وبتيجي طبعا تعمل ويزدروم، بمجرد ما بتعمل ويزدروم بيبعت لك طبعا كود تاني لكود السحب، بترجع على الايميل بتاع حضرتك عشان تشوف الكود التالت اللي وصل لك او لسه واصل الكود التالت، بتاخد الكود بالشكل ده. وبمجرد طبعا ما بترجع على الكود السحب، طبعا زي ما انت شايف انا وصلني في 4 ساعات، ولكن ممكن ياخر شويه او يطول ما فيش اي مشكله. هنا طبعا نص عمله اتسحبت اهي، هتفصلني نص عمله، حتى نص عمله اتسحبت تقدر تشوفها هنا في الهستوريا لو انت عايز تشوفها في الهستوريا يا صاحبي، تخش هنا بتقول لك الهستوريا بتاعه السحب، بتيجي هستوريا ويزدروم، بتلاقي العمله عندك ما فيش اي مشكله، هتوصلك في قلب محفظتك وطريقه البيع عندك. فما تنساش تعمل لايك يا زميلي، ونشوفك في جديد على كوين 3.